المهم الدراري قبل ما نبدا الفلوق معنا عبد الرحيم ومعنا خويا وليد اداره ديال ميغافون، بغيت نقول لكم بلي كاينه واحد البروموسيون دايرينها ميغافون سير بروموسيون وليد كاينه 3 شهور 400 درهم غوت اصاحبي 3 شهور 400 درهم كاينه 3 شهور 400 درهم وان شاء الله مورا رمضان غتكون واحد الكومبيتيسيون بالنسبه للناس اللي غيدخلوا فيها واحد الاول غيدي باك 500 درهم والثاني غيدي باك وتشات غدي ميني فاك يجي زوا الله يحفظك ورا الدراري زي واش خايلو ومرحبا بكم واش اللي كاين جو عند والد طبيب ورا الدراري واش العسران معكم واش عميد في الزيخ ومرحبا بكم فلوغ جديد اليوم نهار اثنين قارمة 8 ما غادي حتى العصر فاش عليا الحال كبرت على الدراري يمكن الله يزيد كبرت على كيبان لكم واش عميد واش كي ولا تقدر وزيد تقدر الله حق الرباب باك تبارك الله الدراري وانا شي اللي كاين دابا خاصني نمشي نهز الموطور ونطلع السونتر نمشي ناخذ بيه ليكسكيوز وندخل خارج مع واحد اونس وخدام مع جوج دونك هادو شي بلوك واه واش هادو تخيلوا معايا شنو الواعر حتى جيت نهز الموطور صورت نسيتهم في الدار انا عاوتاني غادي راجع باش نهز ديما كطرا لي الموطور بعيد على الدار دابا نرجع نصوند عليهم لوحو ديال السوارج خاصني نرجع نهز الموطور ونمشي الو شوفي راه نسيت السوار تلوحيهم ليه وانا دخلت الحضاز دخلت الحضاز يلا سير لوحيهم ليه نعم صافا ومشكل تحل الاسرار المهم الدراري بما ان انا دخلت 11 زيت معايا فاشيري عبد الكبير غيمشي معايا فين عبد الكبير؟ هذا عشيري الدراري عبد الكبير ريكوبا شكون كيعرف ريكوبا اللي كان كيلعب في الانتر هو هذا هو اش صرا لي؟ مشيت باش نهز الموطور نسيت السوار السوار ديالك ديال الموطور رجعت عاوتاني باش نهز كي دخلت 11 هو ما مداخل بعد 8 كيفاش عليه الحال استاذ خاصو يتعام مقوى دابا نمشيو نهزو الموطور حط عبد الكبير وشطراق سي دابا اش كاين عليا؟ مالش اخويا ما فهمتش مالك؟ ما شفتش عاد ربك شهر؟ شنو دايز من حدايا؟ السلام عليك والمهم الدراري الياس كان مريض دار عملية، المهم سمعوا لي واحد درهم درهم من واحد شنو تاخذ بها الياس مش كدبش؟ ناخذ بها سلم عليا الياس تبوسني يلا مالش اخويا ما فهمتش ومعنا فردة زين مع التمدير انا خسر لي الموطور ويلي زيكو مين فين سي الزكاة المهم الدراري هاد الزوج هادو عندك الياس وسعيد هما عشراني ديال بصح في السونتر في خارج السونتر مازال الياس باغ فيه الشو الياس مابقاش مكيترينيش مابقاش عشيري مابقاش كنشوفو بزاف سعيد متبع الطريق ديالي عفيت ديما متبع الطريق ديالها هو غادي في السيكس غادي كيطلع فورمات بوكيصا هادي هذا كنت من اولي حتى هو يدخل معايا لاشي يولي مع لاشي في علاش انت اللي ما تدخلش معايا لاشي ديالي ديال اش لاشي شو انا شو لا
ما يمكنش. شوف قراو معايا قراو معايا دابا اربع سنين حنا كنقراو مع بعضياتنا نهضروا في صراحه ديك العامين اللي قرينا عند السبحاني واش كاين ويلي جو سوي تيكنيسيان ريباراتور دي زونجامونتير Et je suis capable pour définir le moteur thermique. Je suis capable. Ah هذا ديما حاصل الدراري ديما حاصل ديما ديك النار كيهضر مع عماد ويقول لي شتي انت والله شي غتخورنا وحق الرب والله شي غتخورنا والاستاذ مالو ويدخل كيدير فيه بحالك وكيسمع فيه والله شي غتخورنا ويقول لي استاذ قال لي نوض نوض انا غنخورك ودابا خويا هذا في لاماس كيزيد دابا خويا تبارك الله عليك اخويا عاجبني رب الحناك الفوق ورب الحناك لتحت ما شاء الله وصل وشوف دابا شوف هذا كيتبرك فيا وشوف مصطفى تلاله شوف فطور على حسابي سيري يا اخي في كاميرا راح يحيط كاميرا غادي يقول لنا شنو والله سنوريكم الحقيقه الله يتفطر على حسابي وانتو عارفكم باش كتفطر حتى راه يبيو بيمو وهذا راه يبيو بيمو راه كنتريني يا مؤشميد انا زعما انت كتريني حكي عندك جوج ريبيات الله يعطيك الخير وهذا ما كيترينيش انا ابيمو انا بلا هذا شكون خاصنا عوكل ديري عوكل طوالا نمشيو دابا ناخذو محراسه نعمروه باسمي شعليه حيد ونتقاعس مالو مالو كاريه ناشفه والله يا كاريه ناشفه دير لي ليميش قولوا لي هذا لما كيسب هذا صراحه واحد الممثل داروا في واحد المسلسل خطير ديال لا كاسا ديال بوب لا كاسا ديال بوب سكون داك البروفيسور بروفيسور ليزر بروفيسور ليزر بروفيسور شوف بروفيسور هذا مخلص على البروفيسور خويا صوبتي ليا الدراري جيو عند السيد هذا هو واخا كيسرق الخبز كيتعدى عليه ودري تا هو بوغوس كيتخبى باك حشمه يا راسي لا تكفر اخويا الا بغيتي شي حاجه قال لك الصباغه باغا والزير بغا يدير انت اش بغيتي دير ها بغيتي الصباغه ولا الزير زعما بغيت حاجه ندير والله الا قادر ندير المهم الدراري جاو عند خونا هذا المهم الدراري الا كيدوا واحد الحاجه ما تضحكوش عليا بالنسبه للادسنس ديالي دابا هذيك البركه اللي كنشد فيها اقسم بالله الا كتجيني في الكونت ديال واحد الدري ادم راه ديجا كتسو معايا ولد سميتو كيسكن في اسفي الرجوله وصيفط ليا كارت ديسي ديالو باش بدا تيري فلوس كيوصلوني ويلاه اليوم لقيت الوقت اللي غادي اللي غنمشي نصوب فيه كونت في السي اش دابا راه دفعت لهم الوراق صافي خرجنا مع الوحده دونك دابا شي الوحده ونص غادي خدام مع الزوج ومعنا اوكل الضحكه اليوم غنترينو ان شاء الله بعد انقطاع ديال اسبوع مورا كومبيتيسيون وزيد واحد الفوليوم كبير واش اللي كاين هناك 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 اش هي الحياه ديال العشران ويا الضرب هذا المريخ هذا الشهر غنضرب هاد المريقة بنينة خطيرة الدراري
وتخاشعوا في السطور. فوالا الدراري دابا قصيري الخدمه ديالي في جينز كورنر مع اخوي خليل. خليل انا اخوي خليل عندنا يا صاحبي جينز كورنر تيم هذا هو الكل في الكل في جينز كورنر. واه الا ما كانش هذا كاين والو كاين والو. الدراري انستغرام ديال خليل غتلقاو هنايا دخلوا عنده وسولوه على لي برودو اللي غيجيو. تقول لهم كاين حتى الافلام اصاحبي حنا نبقاو ندويو على الحديث. ترى قال لك يهضر على الافلام كيهضر على كلشي. اشنو واش كدير اجي والله تشرح لي يا حيت انا كنشوف لي ستوري ديالو واش كيلوح لهم افلام الصقورات اللعيبات هذه ولكن عنده لا حنا ماشي تميله. وبالنسبه لي برودو اللي غيدخلوا من كانز كورنر ديال الوايضر شي حاجه ربانه الدراري واش كوم تدخلوا عند خويا خليل تلقاو انستغرام ديالو عاوتاني هنايا. هذا هنا 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 اسمع شو وصولوا على لي برودوي كاين واحد لاكام خطيره داخله ماشي داخله دخلات ان شاء الله سنوات حتى اللي كاين الدراري وبيس اوت. دابا غنمشي للدار نضرب البيسا ديالي نضرب الواي بروتين ديالي نضرب كلشي ديالي ونمشي للترين كيس على الماس. انا غادي لاصال دابا معنا عوكل اليوم شاترين اليوم معاكم صدر الكشاف والكشاف خويا. المهم الدراري بالنسبه للبلان اللي قلت لكم عليه ميغا فورم دايرين واحد البروموسيون 3 شهور ب 400 درهم هي نورمالمون دايرين شهر 200 درهم بحال قلتي غتخلص 200 درهم شهرين ويعطيوك شهر فابور. وبالنسبه للناس اللي غيتقيدوا غتكون واحد كومبيتيسيون مورا رمضان بالنسبه غتكون على حساب السن من 18 عام من 17 عام حتى 20 عام غتكون واحد كومبيتيسيون زوينه وغيكون فيها واحد الاول غيدي باك فيه باك كومبلي وغيدي 500 درهم ثاني غيدير باك كومبلي وثالث غيدي ميني باك. هذا هو البلان الدراري. هذه غير موتيفاسيون من عند اداره ديال ميغا فورم ليكم نتوما وشي اللي كاين زيوت قيدوا على العشره غيكون واحد وانا اللي غندير 500 درهم. لا ما يمكنش عوكا حتى هو راه غيتقيد ياك اه انا غندير لهم ديك 500 درهم. شو عوكا صح طويل صح طويل بزاف وانا الدراري هادشي اللي كاين. Like a hole wrapped around your throat, you can't talk, afraid to go, confront it all. Soon I'm getting old, I feel as though I'm left to die. I feel as though life passed me by. I feel as though, what do I live for? I can't take much more, I shouldn't have been born. It's so hard, I know what I've got. No, this ain't my fault, I live in my thoughts all day. What do I live for? I should have been more, was getting so short. It's so hard, I know what I've got. No, this ain't my fault, I live in my thoughts all day. Hit the road, which way to go? I don't even know anymore. Feel the cold, the pain is slow. Need a ray of hope. I feel as though I'm left to die. I feel as though life's passed me by. I feel as though, what do I live for? I can't take much more, I shouldn't have been born. It's so hard, I know what I've got. No, this ain't my fault, I live in my thoughts all day. What do I live for? I should have been more, was getting so short. It's so hard, I know what I've got. No, this ain't my fault, I live in my thoughts all day. I see all the struggles you and I. Y'all see all the struggles you and I. What do I live for? I can't take much more. It's so hard to know what I've got. I can't take much more. Yeah, yeah, yeah. What do I live for? What do I live for? Thank you.
so alone, it's like a hole wrapped around. المهم العشرات سالينا لوطريما الله يجاوب قسمني قسمني اليوم درس ومعكم بوتسي بوتسي تبوكوز هو بوتسي دو ليتس جو دراري ابطال ديالنا ديال الصاص سناو لو كاس عرس كاس عرس كاس عرس فوالا الدراري بوتسي غيشارك كاس عرس كاس كاس كوكا كولا خارج من لاصال ويوقف لينا هذا مول طاكسي سافد ويقول لي والله يزال طار وسطك شوف والله الدراري النيفو ديال الفيديوهات راه ماشي هو ديال لون ديريكت تبارك الله تبارك الله اخويا 10 ماشي حتى 5 10 الله يحفظك المهم الدراري دابا غنمشيو للدار انا وعوكل ومن الدار غنمشيو ناكلوا شي لعيبه ونمشيو نعسوا غيسالي الفلوق ان شاء الله عاد من غيسالي الفلوق عوكل عند مامو اخويا غيسالي الفلوق عند مامو ولا الدراري شي كانت منك عجبكم الفلوق وكيم باقي ما سالاش وبيك دي ديكاس للدراري سميتك اخويا عزك حمزه بيدي ديكاس خويا حمزه والله يسهل عليك اخويا ها هو دار معنا مزيان غيوصلنا وهذا هو البلان عسلان عباس اوج بغينا شي 12 كيلو ديال اللحم هبره الله يجعلنا وجاي وانا نقول الله يجعل ندوز معايا عباس في الفيديو الدراري عباس احسن بائع اللحوم 12 كيلو ديال اللحم هبره كاين كاينه كاينه كدير لها وكون طرف واحد كون طرف واحد هبرة واحدة كاينة الحين شو بشرة؟ شو بشرة في خد كامل على قد؟ ميمكنش لا لا يمكن ما تكون شيء لا لا يعني الحم 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 بس حما عباس والو المهم ادري احنا جينا عند مامو دابا ما كاينش اللي كيجيبني انا كاينش اللي كيجيبني عند مامو من غير هذا الشيء ديريه صح قولوا لي جويز انيفرسير فسميتو في لي كومونتير شحال كملتي دابا؟ 23 واه الدراري خاصكم تجيو عند مامو اللي مشاي يقص على وجه هذا مرحبا بك صافي انا كنجي على وجه هذا ما يمكنش عوكل شيري شو عند كابر سوريز؟ دار ديك الحلوه تسطيني والله باقي الحال هنا باقي الحال شو عند كابر سوريز؟ انا واجدك والله يجي ترى عوكل من 2001 ما كليت المهم الدراري هذه الفرا كاينه سميتو لي باب شامبينيون هذا الحار فريش نايل هاد لاصوص هاد لاصوص اخويا هاد لاصوص هاديك تنموت انا واخا ربي يلعب وكاين هاد الشيك ياك عوك بون ابيتي يا شيخ عوكل ترى ما يمكنش اصاحبي باقي كشر باقي الحال اخويا ياك بغيتي بغيتي تاخذ بغيتي بغيتي لا تاخذ مالك راسك باش يدي بابا كيف مساح وحق قرب لا سيروس انا قلت لا سيروس تخبي وصلوا ضرب شي بوحدك الساعه شي كامل ضرب شي بوحدو بستي تاكوس شي كامل ولا وحش ولا وحش